segno che rimarrà sempre impresso nella nostra memoria. More families, many more families are going to lose loved ones before their time. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg. یه هشدار اینا که مردم بدونن انجام شده بود و الان تو این وضع هل اصبحت نهاية الكثيرين من البشر قريبة بهذا الشكل بمجرد ظهور فيروس كورونا أم أن الحكومات تهول من الموقف بينما العالم يسير بسلام؟ لنستطيع الإجابة على هذه الأسئلة علينا أن نأخذكم في جولة بين علم الإحصاء الطبي وعلوم الفيروسات ووقائع التاريخ والفلسفة والدين في هذه الحلقة والحلقات القادمة لنجيب على التساؤلات التي ألقاها هذا الفيروس في كل مكان حولنا. ماذا يحدث؟ تظهر الأرقام الأخيرة أن انتشار فيروس كورونا قد بدأ بالفعل في الدالة الأسية، لكن ما هي الدالة الأسية التي ينتشر بها فيروس كورونا؟ قبل الحديث عن الدالة الأسية علينا أن نفهم أنه في علم الإحصاء الطبي يرمز لمعدل انتشار أي مرض معد برمز R0، أي معدل الانتشار عند الزمن صفر، بتعبير آخر معدل الانتشار في بداية المرض، وذلك دون أي مناعة إنسانية ضده ودون أي إجراءات صحية لمنعه، حيث الـ R0 هو حساب عدد الأشخاص الذين يمكن لشخص مريض واحد أن ينقل المرض إليهم. إذا كان الـ R0 الخاص بمرض ما أقل من واحد، فهذا يعني أن المرض سوف يضمحل بالتدريج حتى ينتهي، وإذا كان يساوي واحداً فهذا يعني أنه سوف يكون موجوداً في حياتنا ولكن بشكل متوازن، وأما إن كان أكبر من واحد فهذا يعني أن يسبب وباءً متفشياً Outbreak. نعود الآن تارة أخرى إلى الدالة الأسية التي ينتشر بها كورونا. هذه الدالة لا تعني تزايد الكمية وفقط، وإنما تعني تضاعفها في كل مرة. هذا التضاعف هو الذي أفزع منظمة الصحة العالمية، فبحساب الـ R0 لكورونا نجده يتراوح بين 1.5 إلى 3.5. تذكر معي، حينما كان الـ R0 أكثر من واحد فهذا يعني أن المرض تحول إلى وباء، فكيف بمعدل 3.5؟ هذا الرقم الكبير هو ما يفسر ذلك الانقلاب السريع الذي حدث للعالم كله في خلال الأيام المعدودة السابقة، ففي كل لحظة جديدة يقطع الفيروس الجديد مسافات أكبر من كل ما قطعه منذ بداية ظهوره. هنا يبرز سؤال آخر، ألا يبدو أن كورونا قد اختار الدول الأغنى وذات الرعاية الطبية الأفضل للانتشار دوناً عن المجتمعات الفقيرة في أغلب الأحيان؟ هل الفيروس يختار الدول الأغنى عن قصد؟ أم أن المنطقي أكثر أن نفترض أن الدول الأغنى هي التي تملك قدرة أكبر على اكتشاف المرض بين مواطنيها؟ من العلماء أيضاً من أشار إلى أن عاملي المناخ والرطوبة قد يشكلان فرقاً ما، ومن الواضح لدى الكثيرين أن هذا صحيح ولكن بفارق ضئيل فقط، إذ بدأت دول حارة مختلفة في الصعود على ذات المنحنى الأسي مؤخراً مثل ماليزيا والبرازيل وسنغافورة، وربما يأخذ الفيروس وقتاً أطول فحسب للوصول إلى الدول الأخرى لاختلاف حركة الطيران والنقل العالمي بين الدول تبعاً لاختلاف حركة السياحة والتجارة بها. ولكن في النهاية تخبرنا جميع المؤشرات أنه لن توجد دولة قادرة على الهروب من الوباء. هناك دول أسبق من الأخرى فحسب، لكنها بالنسبة للجميع مجرد مسألة وقت. الخيارات المظلمة. حسناً، والآن ماذا علينا أن نفعل؟ هل نقف مكتوف الأيدي؟ في الواقع أمام البشر حتى الآن 4 خيارات. الأول، لا نفعل شيئاً، doing nothing. إذا لم نفعل شيئاً فسوف يصل الفيروس لكل إنسان على وجه الأرض، سوف يصاب ما يقرب من 75% منهم، ولكن كم منهم سوف يموت؟ معدل الوفيات من فيروس كورونا يتراوح ما بين 0.6% إلى 5%. هناك من الدول من يسجل أعلى من ذلك، وسنعرف سبب ذلك الآن. المدى بين 0.6% إلى 5% من الوفيات كبير جداً،
لكن ما يجعله كذلك هو أن المصابين بشدة من الفيروس قد لا يجدون العناية الطبية المناسبة والتي تحميهم من الموت. فإذا أصيب الجميع مرة واحدة فسينسحق النظام الصحي بما يمنع توفير العناية عن الجميع. إن عدد الأسرة في وحدات العناية المركزة في أي نظام صحي محدود للغاية. حتى في الدول الغنية مثل الولايات المتحدة فهي تملك سرير عناية واحد لكل 60 مريضاً سوف يحتاج إلى الدخول للعناية المركزة. وبالطبع فالحال في الدول الأفقر أسوأ. هذا يعني أن الآلاف سوف يتركون للموت في الطرقات، ليس لأن حالتهم مستحيلة العلاج، وإنما لعدم قدرة النظام الصحي على استيعابهم جميعاً. وهو ما تحكيه الطبيبة الإيطالية كريستيان سالاروري. بعد عدة أيام كان علينا أن نختار. لم يكن ممكناً تركيب أنبوبة تنفس للجميع. أصبحنا نقرر على أساس السن والحالة الصحية العامة. وهكذا لن يموت فقط من لن نقدر على إنقاذه، بل سيموت كل من يحتاج إلى إنقاذ من البداية. ولكن هذا ليس كل شيء. ماذا سوف يحدث لمريض القلب أو المصاب في الحوادث إذا استنفذت بالفعل الطاقة القصوى للنظام الصحي بأكمله؟ سوف يكون عليك أن تتحمل موت ما يقرب من 13% من هؤلاء الذين يحتاجون إلى العناية المركزة لأسباب أخرى غير مرض الكورونا. في هذا التقدير فإننا إذن لم نقم بأي شيء تجاه هذا الوباء، فنحن نتحدث عن أرقام تتراوح ما بين 200 مليون و 300 مليون وفاة في العالم خلال عام واحد. من الواضح أننا لا يمكننا فعل شيء. ثانياً، سياسة التخفيف (mitigation). في سياسة التخفيف سوف نترك الوباء ليأخذ مجراه، ولكن سوف نقوم بتبطيئه قليلاً فقط. كيف سنقوم بذلك؟ بالقيام بإخفاض انحناء مستوى ذروة الوباء (flattening the curve) بحيث يصاب نفس العدد ولكن على فترة أكثر طولاً، وهو ما سيخفض من معدل انتشار الوباء. ولكن سوف تظل R نوت أعلى قليلاً من واحد. سنقوم بإجراءات خفيفة فقط للعزل الاجتماعي، وسنسمح لصغار السن والأصحاء بالإصابة بالفيروس لاكتساب مناعة ضده. وهكذا سوف نمنع على المدى البعيد أي موجات لاحقة من الوباء مثل الموجات الثانية والثالثة، واللتان كان أشد فتكاً من الموجة الأولى من وباء الإنفلونزا الإسبانية في عام 1918. المشكلة التي تواجه سياسة التخفيف أن الأرقام لا تظهر معدلات وفاة مرضية، فقد أظهر التقرير الحديث للكلية الإمبراطورية في لندن أن هذه السياسة سوف تقوم باستنفاذ كامل للنظام الصحي ولفترة أطول، وسوف ينتج عنها في النهاية ربع مليون وفاة في بريطانيا وحوالي 1,200,000 وفاة في الولايات المتحدة، وهو ما جعل الدولتين يتجهان لتغيير سياستهما في ذلك، لأن هذه الأرقام في رأي سياستها غير مقبولة. ثمة مشكلة أخرى في سياسة التخفيف، وهي اعتمادها في النجاح على اكتساب المصاب بالفيروس لمناعة طويلة المدى تجاهه. وهذه النقطة ما زالت محل شك، نظراً لأن الدلائل تشير أن الفيروس قد تعرض بالفعل لعدة تغيرات وطفرات خلال الشهور القليلة السابقة في رحلة انتقاله من الصين لبقية دول العالم. أي أننا الآن لا نتعامل مع سلالة واحدة في العالم من فيروس كورونا، وإنما من سلالات عديدة، وسوف نتعرض للمزيد والمزيد من التغيرات بشكل مستمر. وأفضل طريقة للفيروس لكي يغير من نفسه هو أن يصيب عشرات الملايين، بما يعني عشرات الفرص للطفرات، وهو بالضبط ما قد يحدث من سياسة التخفيف. حسناً، من الواضح أننا لا يمكننا فعل ذلك أيضاً. ثالثاً، سياسة الإخماد (suppression). في سياسة الإخماد سوف نضرب بقوة على ذروة منحنى الوباء لإخفاض معدل انتشاره R نوت لأقل درجة ممكنة، وسوف نقوم من أجل ذلك بإجراءات عزل قاسية للناس في بيوتها، وسوف تعطل الدراسة والأعمال في كافة البلاد. بهذه الطريقة لا ينهار النظام الصحي، ونبقي على معدل الوفيات في حدوده الأدنى 0.6. إنها السياسة التي تم اتباعها في الصين في وقت متأخر نسبياً، فصارت نسبة الوفيات 3.4%، وفي كوريا الجنوبية في وقت مبكر فصارت نسبة الوفيات 0.9%،
وهي السياسة التي قامت بها إيطاليا في وقت متأخر جداً، فوصلت لنسبة وفاة تقارب 9%. إذن ما الذي يمنعنا من هذه السياسة؟ إنها تبدو فعالة. المشكلة أنها كي تنجح فنحن نحتاج إلى عزل اجتماعي كامل وإيقاف لكافة أنشطة الحياة لمدة تزيد على العام، وهذا سوف يدمر الاقتصاد تماماً في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، بما قد يتبع ذلك من انفلات أمني وصراع من أجل البقاء أشبه بسيناريوهات نهاية العالم. لا كبير فرق بين أن تقتل الناس بالوباء أو أن تقتلهم جوعاً وتشريداً. للأسف لا يمكننا فعل ذلك أيضاً. سياسة الإخماد المعدل Modified Suppression. إن السياسة التي سوف تعتمدها الكثير من الدول في الفترة القادمة هي نموذج الإخماد المعدل المطروح في تقرير الكلية الإمبراطورية في لندن بعنوان تأثير التدخلات غير الدوائية على كوفيد-19 وطلب تقليل وفيات الرعاية الصحية. وفي هذه السياسة سوف نقوم بمرحلتين، مرحلة من الإخماد العنيف يتبعها مرحلة من التخفيف. الإخماد العنيف للفيروس سيكون بإجراءات العزل القاسية، بحيث يصل معدل انتشار الفيروس لقيمة أقرب للصفر من الواحد، وهو ما قامت به الصين في ووهان، حيث كانت قيمة الانتشار تساوي 3.9 فصارت 0.32 فقط. توصي الكلية الإمبراطورية بالإخماد العنيف لمدة قد تصل إلى 6 أشهر من منتصف مارس وحتى منتصف سبتمبر القادم. لكن هناك من المراقبين من تتبع ورقة الكلية الإمبراطورية بالنقد، موضحين بعض العوامل غير الموضوعة في الحسبان لديهم، وتوقعوا أن فترة الإخماد القاسية قد لا تحتاج أن تمتد أكثر من مجرد أسابيع وليس عدة شهور. إذا نجحنا في ذلك، أي إذا صار معدل انتشار الفيروس مقارباً للصفر، يبدأ الجزء التالي من الخطة، عودة الحياة بنسبة كبيرة ولكن غير كاملة لشكلها الطبيعي. في هذه المرحلة سوف تكون هناك إجراءات مشددة للنظافة الشخصية للأفراد، مع التوسع في الفحوصات الطبية وتتبع الحالات المصابة وتحديد للسفر والتجمعات الكبيرة. ولكن مع عودة الناس لأعمالها وعودة الاقتصاد لمجراه الطبيعي، في هذه المرحلة لا تحتاج أن يكون معدل انتشار الفيروس قريباً من الصفر، ولكن يجب أن يبقى بشكل ما أقل من الواحد. ولكن ما هي الإجراءات الاجتماعية التي تحتاج فعلها في كل مرحلة من هاتين المرحلتين بما يحقق معدل الانتشار المطلوب مع أقل أذية ممكنة للاقتصاد، وفي نفس الوقت الحفاظ على نظامك الصحي غير منهار؟ هذا هو سؤال الذهب الذي يتمنى كل سياسي وصانع قرار في العالم لو يمكنه أن يجيب عنه. وعلى الأرجح سوف تكون هناك الكثير من التخبطات والكثير من القرارات الخاطئة والكثير من الأشياء أمام البشر كي يتعلموها في المرحلة القادمة. في النهاية ماذا نفعل بكل هذا فعلاً؟ نشتري الوقت. فقط مجرد المزيد من الوقت هو ما نتوق إليه. مع الوقت يمكننا أن نطمع أن نتعلم المزيد عن الفيروس وسلوكه، أو حتى نستطيع بناء نماذج أفضل للوقاية منه. أو الأمل الأكبر في الله عز وجل أن تتمكن البشرية من صنع لقاح فعال ضده في الشهور القادمة. رسالة من جبريل عليه السلام. لقد احتاج العالم إلى صدمة كورونا كي يقدر على تحمل كلمة بوريس جونسون: الحقيقة الموجعة، استعدوا لفراق أحبابكم. ولكن المؤمن بالله وبلقائه وبدار الجزاء في الآخرة لم يكن يحتاج إلى وباء يجتاح العالم كي يعلم أنه يجب عليه أن يستعد دوماً لفجأة هادم اللذات، الموت، الذي يفرقه عن أحبابه أو يفرق أحبابه عنه. بل هو يتذكر دوماً وصية جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به.